الصبر على طاعة الله، تصبر على الصلاة بالليل، تصبر بالنهار على الصيام، تصبر بالليل والنهار على تلاوة القرآن والاجتهاد فيه، وتصبر على ما تجده من الأذى من بعض الناس في المعاملات، وتصبر وتصبر، تصبر على الطاعة، وتصبر عن المعصية، لأن الصائم يبتعد عن المعاصي، يتقي الله سبحانه وتعالى في بصره وفي سمعه وفي لسانه وفي جميع جوارحه، بل ظاهرا وباطنا، ويصبر على أقدار الله تعالى. الصابر والصائم يصبر على أقدار الله تعالى، وأن الصائم أتته مصيبة فإن صيامه يحجزه عما يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات فيها ترغيب في الصبر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، لأن الدنيا دا جماعة فيها ابتلاءات وما فيها راحة. الدنيا دي انت خلقت فيها ملانة بالكدر والمرض والفقر والزهج والألم والتعب. لقد خلقنا الإنسان في كبد، تمشي الشارع يزهجوك معاصي فتن، تجي البيت المرأة تسوي لك محاضرة ساعة بس تكون مسردب، وإنت واللبن أخرته، يا مرأة ما هذا اللبن والشاي والقروش، وما تبقى زي ناس فلان والستائر وينه، وهسه نصوم معاك بالطريقة دي كيف؟ بيت لا فيه عرديب لا فيه قمردين لا فيه كركديه، شغلتك دي ذاتها والدنيا عليه. والله المرأة بتدعبك، ما قاعد تدعب، قول انت ولا شنو؟ ما تبتلى بأي محل، تبتلى تجي المسجد تبتلى من بعض الناس، مرات مسجد كن ده فيه خير نحسبه، وناس كن الفريق ده فيه خير والله نحسبه والله حسيبه. انت تبقى تمشي بعض المساجد تبتلى من بعض الناس، يسبوك ويشاكلوك و الى اخره. لا ذنب لك الا انك على التوحيد والسنه، وهكذا المجتمع الا من رحم الله تعالى، تبتلى بس تكون ثابت مسردب. الف لام ميم: احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. بكى الفضيل لما قرأ هذه الآية، وقال: إذا ابتليتنا في أخبارنا فضحتنا. بكى رحمه الله تعالى. لكن انت في الدنيا دي تبتلى امتحان حتى تلقى الله سبحانه وتعالى إذا وفقك وهو راضي عنك. قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، دل ما زي عامة الناس، بل أحياء أي حياة برزخية ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم في امتحان بشيء من الخوف، حروبات وخوف وتعب والجوع، بجوع مرات تجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. دي رسالة للناس خاصة في الأيام دي، انت بتبتلى الناس يا جماعة. الدنيا دي لو كاملة الزول ما بفكر في الآخرة. هذه انت لو في الدنيا دي الأولاد هذيل دستة قاعدين 12، والمرأة أجمل مرأة وأخلاقها طيبة، والبيوت عمارات هذه حقتك، وعربية في أي وقت تجي تجيب في الطرمبة يملوا لك البنزين وتمشي، وجيبك ملان وما عندك ولا مرض ولا نزلة ولا قحة ما عندك، وتاكل هذه في الباسطة واللحم ولا قشية وفي اللخبط، والله تاكل زي ما داير، تشرب في العصاير، تمشي أمك تشكرك، أبوك يمدحك، أهلك يقول لك راجل والله ما شاء الله، نسابتك يقول لك جبل بس وما بعرف، وده يشكرك بجاي، ومحل ما تمشي مرتاح
والمكيف تمام، مكيفات النزمة تمام، والمروحة كويسة، وأي شيء تمام. وشباب باقي لك بتفكر في الآخرة، مش بتقول خير لي هنا، لكن ما لازم تبتلى كالتاحة تجيك والكهرباء تقطع وتعرق. الله تقول الجنة دي شكلها مريحة خلاص، ولو شنو ما بعرف، وتبتلى في الدنيا دي، ولو النساوين يزهجوك تتذكر الحور العين هناك، وتلقى آلام وابتلاءات. ليه؟ عشان نفسك تتوق للآخرة وما عند الله سبحانه وتعالى، وعشان تفر إلى الله. قالوا ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ناس ما بيتضرعوا إلى الله تعالى. قال حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، يائسون من رحمة الله. كان ابتلاهم يأسوا، وكان ابتلاهم ما بيلجأوا له إلى الله سبحانه وتعالى، ما يتضرعوا له. عشان كذا قالوا ولنبلونكم بشيء من الخوف، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الأنفس الموت، والثمرات ابن عثيمين قال الابتلاء في الثمرات في شرحه لرياض الصالحين الجزء الأول في باب الصبر، قال النقص في الثمرات أحيانا قلة وجود الثمرات، وأحيانا وجود هذه الثمرات لكن توجد أمراض تمنعك منها. الثمرات في، لكن أنت تبتلى بمرض ما تقدر شنو تأكل قروشك قاعدة لكن ما بتأكلها، تقول الله شيء ده بغلد علي تحت. حسي واحد الدوابر قال عندي مصران، حسي بيا هنا في الغار بيوين الدو قدامي، قلت له جيبه انا شربته بمزاج ما في مصر، شربته انا ولا شربته قبلي وما بعرف وقته، لكن هو قال عندي مصران. شاب وينه ابو بلال؟ ابو بلال قاعد اظن، اخونا ابو بلال عنده مصران، الله يفرج عنه، ما تشيلوها فاتحه الله يفرج عنه. ولذلك الموضوع طويل، فانت تبتلى في الدنيا. قال وبشر الصابرين، البشارة للصابر، البشارة للصابر. من هم الصابرون؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة، مصيبة نكرة في سياق الشرط، إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، نكرة في سياق الشرط أو النفي، أو النهي تفيد العموم. أي مصيبة تجيك، الذكر ده ما بقولوه في الموت بس، أصل في زول لما تقول لي إنا لله وإنا إليه راجعون بقول في زول شنو؟ خلاص مات. والمصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون دي ما إلا الموت. إنا لله وإنا إليه راجعون، لو عربتك السير بتاع المكنة اتقطع تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. سفين جتك بعد الصلاة لقيت الشبشب ماف، قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني أو اخلف لي خيرا منها إلى آخره. أي مصيبة جيون إنا لله وإنا إليه راجعون. ودي الفضيل وجد رجلا فقال له كم أتت عليك؟ قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله؟ أنت قاعد في الدنيا دي قال له لك 60 سنة، منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله، أين بلغت؟ وصلت وين؟ الله راضي عنك، بقيت عالم، بقيت وين أنت؟ قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وتعرف معناها؟ الكلمة اللي قلتها هذه عارف معناها؟ قال وما معناها؟ قال من علم أنه لله راجع فليعلم أنه بين يدي يومئذ موقوف، ومن علم أنه بين يدي ربه يومئذ موقوف فليعلم أنه مسؤول، وليعد للسؤال جوابا. في سؤال وفي جواب. والله ما تظن إنه لحظات بتاعت الدنيا دي بتمشي ساي، نظرة مسجلة، كلمة تقولها مسجلة،
وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أي خير تعمله بتلقاه قدام، قريت صفحة بتلقاه قدام، سبحت بتلقاه قدام، وصلت الرحم قدام، سويت نصيحة لله تعالى قدام، أي شيء في الدنيا دي عملته وأنت مخلص وافقت في السنة تلقاه قدام. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال الرجل للفضيل: ما الحيلة؟ قال: سهلة. تازول قال له: دار تتحلى ودار تمرق هاي، وفوتت 60 سنة هاي، سهل الموضوع ده. قال: وما هي وما ذاك؟ قال: تحسن فيما مضى، تحسن فيما بقي، تحسن فيما بقي. الفات ده تراه تنظف بتوبة، لو 60 سنة تتوب الفات ده كله نظفته. لك الله الدين ده ما سمع، والله ده ما رحمن رحيم سبحانه وتعالى. 60 سنة تغضبه، تجي في دقيقة واحدة تتوب يقبلك. هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. بعد يستجيب الله بزيده سبحانه وتعالى. وقال لك الزول قال: يحسن فيما بقي. قال: تحسن فيما بقي، فيكتب لك ما مضى وما بقي. تتوب إلى الله وتحسن شغلة دي بتنظف، وإلا أخذت بما مضى وما بقي. كان ما دار تتوب وما دار تعمل عمل صالح، الباقي ده بياخذوك عليه. وإن كان لخبطت فيه والفات برضه شنو ياخذوك. شكي ابن تيمية رحمه الله في الجزء السابع كتاب الإيمان قال: هناك 10 أمور تدفع العقاب، عقاب الله سبحانه وتعالى، 10 أمور. قال: الأمر الأول التوبة، التوبة تدفع عقاب الله سبحانه وتعالى. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية قيلت أو قالها الله تعالى بعد أن قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. 2 قال الاستغفار، استغفار يدفع به العبد، يدفع به عن العبد العذاب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. استغفر. 3 قال، أنا بذكرها من غير ترتيب، قال: الحسنات الماحية، تعمل حسنات، حسنات ماحية. الحسنات دي بتمسح شنو؟ سيئات. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. 4 قال: دعاء المؤمن للمؤمن. قال: وإن كان هذا الدعاء لا عمل للمؤمن فيه،
قال ولا يعترض بقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قال لأن الله ذكر في القرآن في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم إلى آخر الآية من سورة غافر. خمسة مما يدفع العذاب قال المصائب، المصائب الابتلاءات اللي بتجيك دي انت تكون ثابت وصابر ما تتضجر ولا تغير المنهج بتاعك ولا الدين، تبتلى خاصة إن بقيت على الاستقامة، تبتلى مرات بالمال مرات بالجاه مرات تبتلى بالحزبية وأي باب تبتلى به أنت تصفي، جاك المال تعمل حسابك في حدود، نفسك مالت للعلو والأشياء دي طوالي ترجع إلى الله سبحانه وتعالى انكسر له، ناس يدعوك إلى الحزبية إلى آخره تكون زول ثابت وموقفك قوي تكون واضح وتبتعد عنهم، تبتلى بأشياء كثيرة جدا، تبتلى في العمل الصالح في الرياء في كذا في كذا أشياء كثيرة. فالمصائب استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن، وفي لفظ ولا حزن، حزن الحزن على ما مضى والحزن شدة، ما يصيب المؤمن من نصب تعب ولا وصب مرض ولا هم فيما يستقبل ولا غم أي في الماضي في الحاضر ولا حزن على ما مضى أو حزن شدة، قال ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فدي مما يدفع العذاب. كذلك مما يدفع العذاب عذاب القبر، وهو لم يقل عذاب القبر، واللفظ الصحيح ما ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى قال المحنة والفتنة والابتلاء الذي يكون في القبر. المؤمن ده يبتلى في قبره بفتنة وامتحان وابتلاء في القبر، فالقبر يضغطه كما في حديث سعد رضي الله عنه، والقبر فيه الفتنة وفيه السؤال وفيه الترويع وفيه التخويف إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. كذلك مما يدفع العذاب الدعاء، ومما يدفع العذاب ما يكون يوم القيامة من الابتلاء، شدة الوقوف والعرق ودنو الشمس إلى آخره. وذكر أمورا بعضها نسيته، إذا مد الله في الأجال أذكره في وقت لاحق، لكن في نهاية المطاف تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتعلم أنك ستبتلى في هذه الحياة الدنيا. قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والعبد لله والذي خلقه وهو مالكه سبحانه وتعالى، وسيرجع إليه كما بدأه أول مرة سبحانه وتعالى، وسيحاسبه، أولئك عليهم صلوات من ربهم، يصلي الله تعالى عليهم، يصلي عليهم، يرفع درجتهم ويثني عليهم سبحانه وتعالى، ورحمة يرحمهم الله تعالى، وأولئك هم المهتدون. الصابر هو المهتدي إذا ابتلي يهديه الله تعالى لما يفعله من العمل والقول عند البلاء، كما قال تعالى في سورة التغابن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.